نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. في نشرتنا: توقيع اتفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 24 و2000. تراجع نسبة البطالة خلال الثلث الأول من السنة الجارية. هيئة الانتخابات تنطلق فعليا في مسار الإعداد للانتخابات الرئاسية، وقريبا الإعلان عن رزنامة الانتخابات. القمة العربية تدعو في ختام أشغالها بالبحرين إلى الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وتونس تسجل رسميا تحفظها بشأن بعض النقاط الواردة في الوثائق الصادرة عن القمة. تم أمس بمقر وزارة المالية إمضاء اتفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار. وبيّنت وزيرة المالية سهام نمصية أن القرض يندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 24 و2000. وأكد ممثل القطاع البنكي من جهتهم استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدولة في التعويل على الذات من خلال تعبئة موارد داخلية لسد حاجيات التمويل التي تم ضبطها ضمن قانون المالية للسنة الحالية. أشارت آخر معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع نسبة البطالة إلى حدود 16.2% خلال الثلث الأول من السنة الحالية. ويتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى 53% في قطاع الخدمات، و 19% في قطاع الصناعات المعملية، و 13% في قطاع الصناعات غير المعملية، و 15% في قطاع الفلاحة والصيد البحري. أعلنت وزارة النقل أمس انتخاب تونس كعضو ممثل لمنطقة شمال إفريقيا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية للفترة 2024-2026. وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس في تعزيز قدرات البلدان الإفريقية على التكيف مع تغيرات المناخ وظواهر المناخية القصوى من خلال تحسين خدمات الطقس والمناخ، وتأكيد على أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي والتصرف في الموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث، فضلا عن غيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل والطاقة والسياحة. أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج منير بن رجيبة أن تونس تتجه نحو إبرام اتفاقيات مع الدول الإفريقية قصد الدفع نحو العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، مبينا أن مطالب العودة في ازدياد مستمر وأن عمليات الترحيل في ارتفاع ملحوظ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عمليات إحباط محاولات الهجرة غير النظامية. في بقية الأخبار الوطنية، أكد الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري أن الهيئة انطلقت فعليا في الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن مجلس الهيئة تداول في 3 تواريخ محتملة في شهر أكتوبر المقبل، وسيعلن قريبا رزنامة الانتخابات الرئاسية. كهيئة انطلقنا فعليا في مسار الانتخابات الرئاسية، مسار انتخابي جديد يتطلب مخطط عملياتي على مستوى الشرائيات، على مستوى الانتدابات، على مستوى خاصة ترسانة القوانين وتنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بالترشحات بالحملة في الأيام القادمة. معناها مش باش تأخر العملية، وكونه باش تتم المسابقة على الرزنامة بصفة رسمية، وكذلك على القرارات الترتيبية المتعلقة خاصة بشروط الترشح اللي هي مهمة. القاعدة الأولى هو كونه لازمها تكون في الأجال القانونية والدستورية. وقت نحكي على تكون في الأجال القانونية والدستورية يعني في 3 أشهر الأخيرة، كي نعرفوا احنا 23 أكتوبر هو تاريخ أداء اليمين لرئيس الجمهورية، يعني ما يلزمش المدة تفوت 23 أكتوبر. احنا مبدئيا كهيئة انتخابات وفقا لمبدأ النجاعة في اختيار الموعد، بطبيعة الحال لازم نبعدوا على فصل الصيف ونبعدوا على فترة العودة المدرسية. هذاك علاش احنا تاريخيا اصلا نحبوا ديما شهر أكتوبر هو موعد الانتخابات الرئاسية. عندنا 3 تواريخ توا في شهر أكتوبر، يا اما 6 يا اما 13 يا اما 20 أكتوبر. هذا هو محور نتاع التداول بطبيعة الحال اللي باش نختاروا به الموعد، وان شاء الله باش يكون في الوقت المناسب عن طريق المسابقة الرسمية.
كما أشار الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى تدخله أمس في برنامج المشهد الآن إلى أن بطاقة السوابق العدلية تعتبر ضرورية في ملف الترشح، مضيفا أن مجلس الهيئة قرر توسيعة التزكيات لتشمل 10 تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 رئيسا للمجالس المحلية. مجلس الهيئة تقريبا القرار المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية أكملنا التداول والنقاش خاصة في نقاط كبرى ومبدأ الملائمة ما بين خاصة القواعد الجديدة الواردة بالدستور واللي أهمها سن الترشح وكذلك الجنسية وكذلك الشرط المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بطبيعة الحال. كل شرط لازم وثيقة إثبات، يعني كيف يقع إثبات قد تمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك كيف يقع إثبات مثلا الشرط المتعلق بالتحجير تثبت من هذا الشرط لا يكون إلا عبر بطاقة السوابق العدلية. احنا كهيئة انتخابات ما وسعنا حتى في مسألة شرط بتاع التزكيات، يعني قبل نعرف أن التزكيات كانت من 10,000 مواطن أو من 10 نواب من مجلس نواب الشعب، الآن هناك توسيع في التزكيات مبدئيا وحتى 10 نواب من المجلس الوطني جهة الأقاليم بإمكانهم أن يزكوا، وكذلك 40 رئيس من المجالس المحلية. المجالس المحلية احنا حتى في التعريف نتاعنا مشينا في أنه مجالس محلية نجم تكون مجالس محلية، مجالس جهوية أو حتى مجالس الأقاليم. كان تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل أمس بين وزير الداخلية كمال إفقي ووزيرة التربية سلوى العباسي، وأكد وزير الداخلية أنه تم ضبط كافة الإجراءات التنظيمية والاحتياطات الأمنية الضرورية لتأمين مختلف الامتحانات الوطنية ومحيط المؤسسات التربوية. ومن جهتها شددت وزيرة التربية على ضرورة تدارس طرق نجاعة ناجعة لمقاومة محاولات الغش والتصدي لأي تجاوزات قد تحصل. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الموافق للثامن عشر من ماي، أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية فتح جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف الراجعة إليها بالنظر مجانا غدا السبت، وذلك بالنسبة إلى المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة بتونس. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. دعت القمة العربية في ختام أشغالها أمس بالبحرين إلى الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، فيما سجلت تونس رسميا تحفظها بشأن بعض النقاط الواردة في الوثائق الصادرة عن القمة. ياسين الفغالي. دعا البيان الختامي للقمة العربية إعلان المنامة بالبحرين إلى نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين وانضواء كافة الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إعلان المنامة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع ورفع الحصار المفروض عليه وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية وتمكين منظمات الأمم المتحدة وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا من العمل وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤوليتها بحرية وأمان. وكان وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار جدد في كلمة تونس في أشغال القمة دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريفة. إن تونس لم تدخر جهدا في التجاوب مع كل الأفكار والمبادرات الهادفة إلى التركيز على المسائل الجوهرية والمحورية وإعلائها على كل اعتبارات أخرى في ظل الوضع الفارق والاستثنائي الذي تمر به منطقتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسبل وضع حد للاستعمار العنصري ولحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وقد عبرت تونس منذ البداية عن موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقها المشروعة التي لا تسقط بالتقادم
وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمته القدس الشريف. وإذ رحبت تونس بما جاء في الوثائق الصادرة عن القمة، فإنها سجلت رسميا تحفظا على ما ورد فيها من إشارات إلى حدود الرابع من جوان 1967 وحل الدولتين والقدس الشرقية، تأسيسا على موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية. وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، وفي اليوم 24 بعد 200 من العدوان على غزة، كثفت آلة الحرب الصهيونية قصفها الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة من القطاع وسط تواصل الاشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة في محاور التقدم في جباليا ورفح. القصف الصهيوني استهدف صباح اليوم مخيم جباليا ومحيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وذلك بعد ساعات من استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة شنها طيران الاحتلال في الساعات الأولى من هذا اليوم على مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخران في قصف مدفعي صهيوني قرب دوار العودة وسط رفح. وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا ليلة أمس في غارة عنيفة نسف خلالها الاحتلال منازل ومربعات سكنية في مخيم جباليا ومدينة غزة. في المقابل أكدت المقاومة الفلسطينية تدمير عدد من آليات العدو وقصف مواقع قيادة في كمائن في جباليا واستهداف قوة صهيونية شرق مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وفي الضفة الغربية استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال عددا من البلدات والقرى في طول كرم ورام الله وقلقيلية. من جهة أخرى، وفيما قالت سلطات الاحتلال الصهيونية إن جيشها سيكثف عملياته البرية في رفح، حذر جنوب إفريقيا أمس خلال جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتواصل اليوم، حذرت من أن حرب الإبادة في قطاع غزة بلغت مرحلة جديدة ومروعة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم على مدينة رفح التي فر منها أكثر من 600,000 فلسطيني منذ 6 مايو الجاري. ومن جهتهم حذر وزراء خارجية 13 دولة من بينهم وزراء مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة، حذروا تل أبيب من تنفيذ هجوم عسكري شامل في مدينة رفح، ودعوا إلى فتح جميع المعابر الحدودية بما فيها معبر رفح وسماح بدخول المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في قطاع غزة. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. توقيع اتفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 24 و 2000. تراجع نسبة البطالة خلال الثلاث الأول من السنة الجارية. هيئة الانتخابات تنطلق فعليا في مسار الإعداد للانتخابات الرئاسية، وقريبا الإعلان عن رزنامة الانتخابات. القمة العربية تدعو في ختام أشغالها بالبحرين إلى الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وتونس تسجل رسميا تحفظها بشأن بعض النقاط الواردة في الوثائق الصادرة عن القمة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.